كيف نحفظ القرآن؟ والقرآن دقع مو عندي دو. لابد أن نحفظ حفظ يومي. هو... لا نترك حفظ القرآن أبداً. عام ذرة دي تأسديش خور دينا عام ذا دي زوي. أولاً لابد نصحح قراءة الآيات على عالم على مدرس حتى نقرأ القرآن قراءة صحيحة وبعد هذا نحفظ. دي حرأي القرآن نيس ديش عام عام يصحو. يا بتاع حين عام يشول حي خرخوش إنسان ديش عاي. نقرأ في تفسير مختصر جداً في معاني القرآن حتى نفهم معاني القرآن. أقا ده دين دول تفسير ديش عاي. حين ما عنده وزر دولش عندي دولشن. نستعين بالله على العمل بالقرآن. يوخا أتس عمل ثاني. نستعين بالله على أن نعمل بهذه المعاني التي نقرأها في القرآن الله ونفهمها. الله حين غو ديوخ أح أتس عامدي دول قرآن تا حين غو خلر يغتول تا دقا عامدر غو خلر.